ابدا قلنا عايزين مصر كلها تتجمع دلوقتي، بيقول لك مهرجان شنط السفر اشتغل ورجعنا لك من تاني وهندمر لك الدنيا واللي عنده من ده مرندا. انا جاي اقول لك كلمتين، قال لك كلمتين 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 كلمتين. تعالى لي 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 يا قلب الوحش. انا عايزك تجمع، قال لك بكميات الكميات وجميع الالوان وصلت لك من تاني واللي عنده من ده مرندا. عايزين نجمع مصر كلها كده، واللي شارك دلوقتي كسبان على الطبيعه 150 كيلو على شنطه السفر دلوقتي، 150 كيلو على شنطة السفر وهندمر الدنيا. تعال لي يا عم نصه ودمر لي الدنيا. قال لك اللي عنده من ده مرندا، عايزين نجمع مصر كلها دلوقتي، واي حد يشارك دلوقتي كسبان على الطبيعه شنطة سفر. دمر الدنيا يا قلب الوحش. قلنا عايزين نجمع مصر كلها دلوقتي وشنط السفر وصلت لك من تاني يا قلب الوحش. تعال لي على الطبيعه، فتحنا لك على الطبيعه، وصلت فرع شبرا الخيمه بكميات الكميات وجميع الاشكال. الشنط دي مش موجوده في اي، يلا كده الناس اللي عايزه تسافر واثق منه فيه. تعال لي الشنط مش موجوده في فرع شبرا الخيمه بكميات يا قلب الوحش، وكل الالوان والفبر والسيليكون وحكايتك حكايه. عايزين نجمع مصر، عايزين نجمع مصر كلها دلوقتي، واي حد مشارك كسبان. تعالى لي بكميات الكميات حبيبي، كله يشارك دلوقتي ويعمل منشن وشير بسرعه كده، وصل فرع شبرا خيمه. يلا كده الناس اللي عايزه تسافر الساحل بقى. دمر الدنيا. الناس اللي عايزه تسافر الساحل بقى، مارينا العين السخنه طلعت اسماعيليه، دمر الدنيا. الناس اللي عايزه تسافر الساحل والسخنه وترعت اسماعيليه تتجمع بسرعه. شغال ابو نوع بيقول لك دمر لي الدنيا، شغال من هنا للسغال. من كده يا وحش ابو نوع بيقول لك دمر، وهو في دارك هيعمر لك الدنيا. تعال لي يا عال الوحش، السيليكون وصل فرع شبرا خيمه، السيليكون وصل يا عال الوحش. جايب لك الطقم الاربعات، جايب لك الطقم الثلاثات. الله يبارك لك، الناس تتجمع كده مشاركه بسرعه كده على صفحتك الشخصيه ودمر لي الدنيا. جايب لك عندك شغل يا عم عبدي، الله يبارك لك يا باشا. السوق وصل على مدري شغال، الاسعار بره بكام؟ يلا كده لايك وانت بتتفرج، كده لايك وانت بتتفرج، لايك وانت بتتفرج. شغال يا عال الوحش، يلا كده دمر لي الدنيا. قلنا العنوان شارع 15 100 بجوار مسجد ابو لانا محل كوكو هندس. يا عم عبد انا جايب لك كل طقم لون، الله يبارك لك، جايب لك بتاع 20 لون، 20 لون، جايب لك السيلفون، جايب لك الباور، جايب لك كل حاجه. اللي عنده من ده مرندا يا قلب الوحش. قلنا عايزين نجمع مصر كلها بقى، شنط المدارس كلها وصلت لك اهي، شنط المدارس كلها وصلت، شنط المدارس كلها وصلت، وصلت 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 وصلت. عندنا في فرع شبرا خيمه هتحتار، بص مليون الف شكل، هتحتار من الاشكال والالوان، مليون الف شكل، كل الاشكال موجوده في فرع شبرا، مليون الف شكل، واللي عنده من ده مرندا. هتقوم معاك كل حاجه في فرع شبرا خيمه، دمر الدنيا. قلنا عايزين نجمع مصر كلها دلوقتي كده بسعر قديم، بسعر قديم، بسعر قديم، وركز في الحته دي يا عم عبد، الله يبارك لك. جمع للناس يا، يلا كده قلنا عايزين مصر كلها تتجمع كده، ومشاركه دلوقتي في المجموعات وعلى صفحتك الشخصيه، عشان اكتر حد هيشارك دلوقتي هيخش سحبه على شنطه سفر جامبو. امال يا عم عبد، اكتر حد هيعمل مشاركه يا عم نصه هيخش سحبه على شنطه سفر جامبو. الفبر وردك قلت لك عليه، دمر الدنيا. يلا كده لايك وانت بتتفرج بسرعه، لايك وانت بتتفرج. شنط السفر اشتغلت لك من تاني، بكره 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 يا عم عبد، تعالى كده فرج الناس، تعالى لي بكره لحد هندمر الدنيا. شغال، يلا كده لايك اب بسرعه. بقول لك شفت التوسيع، حكايتك حكايه. يا عم عبدو بكام دي؟ بقول لك ايه؟ ده بتتباع ب 500 جنيه. انا على بكره ب 450. بكام؟ عايز افهم الناس، الاسعار غليت اهو. الشغل جاي لنا ده، جاي لنا بسعر جديد. شغال، انا مش هنغليه عليك، مش هنغليه. عارف اللي شنط السفر، الله يبارك لك، اي حته لايك كده، لايك بسرعه. شغال، شغال، جمع الناس يا، يلا كده الناس كلها تتجمع كده، والناس اللي عايزه تسافر بقى ترعه اسماعيليه، الساحل، مارينا، السخنه، الناس اللي مطروح، هندمر الدنيا. الناس يا عم عبد بتسالنا بردك على الباور. تعالى لي الباور يا عم عبد اهو، عايز قماش موجود، عايز شبر موجود، عايز سيليكون موجود، شغال، اي حاجه هتخش، اي حاجه هتعوزها موجوده. جمع الناس يلا كده، لو مشارك كسبان هكسب لك شنطه كروس هديه. تعالى لي هكسب لك شنطه، لو مشارك اهو، يلا يا عم عبد مبروك شنطه كروس هديه. يلا جمع اهو، جمع، تعالى لي كده مبروك شنطه كروس هديه. دمر، تعالى لي كده ودمر لي الدنيا، قول له مبروك، مبروك اهو على الطبيعه. يلا كده مبروك شنطه كروس، واكتر حد هيعمل مشاركات في المجموعات دلوقتي هيخش سحبه على شنطه سفر جامبو.
دمر الدنيا. بكره ب 50 جنيه. ب 50؟ بكره ب 50 جنيه. ب 50؟ بكره ب 50. ب 50 ب 50 ب 50 ب 50 ب 50 ب 50. بكره ب 50. دمر الدنيا ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه يا عم نص. يا عم عبدو دمر الدنيا. بقول لك كل ده في عروضنا في فرع سمره. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. بص الشغال. بص يا عم عبدو فيها كام سوسته؟ دمر الدنيا. ب 50 جنيه يا قلب الوحش. بكام؟ ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. شغال. الشنطه الكروس يا عم عبدو التريك. تعالى لي. بقول لك بكره. يلا كده لايك وانت بتتفرج كده. في 110 بيتفرجوا يبقى 300 دلوقتي وهندمر الدنيا. بقول لك بكره ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. شغال. ب 40 جنيه. الناس يا عم عبدو. قلنا عايزين مصر كلها تتجمع. عايزين مصر كلها تتجمع دلوقتي بيقول لك مهرجان شنط السفر اشتغل لك من تاني واللي عنده من ده مارين ده. تعالى لي. تعالى لي يا قلب الوحش. بص قال لك الترندات ما بتطلعش غير من هنا. ما بتطلعش غير من هنا. بص يا باشا كوكو. تعالى لي على كوكو وجمال كوكو. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عم عبدو. بتتباع ب 180 جنيه. الكلام ده. حكايتك حكايه. الكلام ده انا عايزك. يلا كده لايك دلوقتي بسرعه. قلنا اكتر حد هيعمل مشاركه دلوقتي هيكسب شنطه سفر هديه. كسب لك شنطه. قلنا اكتر حد هيعمل مشاركه في المجموعات. كل واحد دخلنا صفحته الشخصيه. اكتر حد هيعمل مشاركه في المجموعات دلوقتي هيخش سحب على شنطه سفر هديه جامبو. قلنا عايزين نكسب مصر كلها. يلا بسرعه كده واكتر حد هيشارك دلوقتي هيخش سحب على شنطة سفر جامبو. قال لك جامبو يا قلب الوحش. شغال. جبت لك يا عم عبدو الهدايا. يلا كده الهدايا موجودة يا قلب الوحش. الهدايا موجودة. كل اللي عليك اللي انت تشارك بسرعة. تعال لي كده يا استاذة إلهام شارك بسرعة كده. تعال لي كده يا استاذة سلمى لو مشاركة هكسبك مش مشاركة. تعال لي كده. أهي أم شيكا لو مشاركة هكسبك. يلا يا قلب الوحش كده. شغال مش مشاركة. أهي دنيا سعيد مش مشاركة يا قلب الوحش شارك بسرعة كده. يلا يا عقل الوحش ودمر لي الدنيا. بقول لك كده ركز معايا. تعال لي. دي بكرة ب 20 جنيه. تعالى لي يا عم عبدو لو حسبتها كل سوسته ب 5 جنيه يا عم عبدو. بكم؟ بص كل سوسته ب 5 جنيه. ده السوسته لوحدها ب 5 جنيه. في اربع سوسل فيها توسيع يا عم عبدو. شغال. بقول لك بكره بكام؟ بكام بكام؟ ب 20 جنيه. ب 20 انا ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. هتيجي جوجو عند اس ب 20 جنيه. هتلاقي كل هتاخد الشنطه ب 20. كل حاجه يا واحد. هتاخد الشنطه ب 20. دلوقتي يا عم عبدو 25 جنيه. 25 جنيه؟ هتجيب لك شبشب حريمي وامهات ب 25. ب 25؟ ب 25. انت متاكد؟ انا متاكد. يلا كده منشن وشير بسرعه. يلا كده واكتر حد هيشارك في المجموعات دلوقتي هيخش سحب على شنطه سفر جامبو اللي هي هناك دي. اكتر حد هيشارك دلوقتي هيخش ايه سحب على شنطه سفر جامبو. شغال. شغال يا عالي الوحش. بص كم مكتوب. تعالى لي ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ب 50. بقول لك بكره خده بالنص. بالنص. ب 25 جنيه. دمر الدنيا. قال لي دمر. ب 25. يلا كده لايك بسرعه. لايك بسرعه. شمشي من امهات يا عم عبدو. تعالى لي. بكام بكام؟ 25 جنيه فرع شقه خيمه. حكايتك حكايه وروايه. بقول لك بكره ب 25. بكام بكام؟ ب 25. ب 50 جنيه. ب 25. انا جاي لك بالنص. اهو لايك دلوقتي. لايك بسرعه كده. لايك بسرعه كده. اقسم بالله خسران. ب 25. يلا مشاركه في المجموعات. ب 25 جنيه. 25. ما انت حكايتك حكايه. بكره اي كاب. بكره اي كاب. بص بكام؟ بقول لك بكام يا مطرشم؟ انت بتجيبه بكام يا عم عبد؟ بكام؟ بتجيبه بكام وهتجيبه من عندنا بكام؟ بجيبه ب 70. بكام؟ ب 70 جنيه. بقول لك بالنص ب 35. ب 5 هتشتري كاب ب 35. انا بشتريه ب 70 وربنا. ب 35 جنيه. ب 35. هبيع لك اي حاجه بالنص. ده حكايتك حكايه يا مطرشم. دمر لي الدنيا. الناس بتتجمع 200 منه. وكله موجود فرق. شغال في 200 بيتفرجوا عايزينهم يبقوا 1000 دلوقتي. التشكيل ده والله ما اقسم بالله ما هتلاقي غير عند كوكو عند اس فرع شبرا الخيمه. يا عم عبد الناس كلها دلوقتي بقت طالعه مصايف. الله يبارك لك. في ضغط في المصانف فما بقاش في ضغط في الشنط. بس احنا ما عندناش. وفي ضغط في البضاعه والفبر. شغال. الله يبارك لك. عايزك تجمع لي. قلنا عايزين نجمع مصر كلها. هيدمر لك الدنيا. هيدمر لك الدنيا. شغال. تعالى بقى. يلا كده لايك دلوقتي بسرعه كده. تعالى لي كده والناس اللي بتشارك جايه كسبانه على طول. مقاس كام؟ مقاس 20 جنيه. مقاس 20. الناس اللي بتشارك نفسي اكسب مصر كلها وربنا. كنت ببيع لك ب 550. تعالى لي. ببيع لك النهارده بكام؟ بكام بكام؟ 500 جنيه. بكام؟ السيليكون ب 500؟ 500 جنيه. ب 500؟ ب 500. ب 500. 500 يا واحد. شغال.
ب 500 جنيه. طب بقول لك ابيعها لك بكره بكام؟ تعال لي كده. الناس اللي بتقول لي فين الهدايا، قفل صفحتك، قفل صفحتك. تعال لي كده، لو مشارك هكسبك، مش مشارك. عايزين نكسب مصر كلها مشاركه، هتخش سحبه على شنطه سفر كبيره جامبو. تعال لي واحده واحده بقى. بص يا عم عبد، بص بقى الشغل، بص الشغل يا عم عبد، بص والضمانات وحكايتك حكايه. تعال لي، تعال كده، بص، تعال لي. بتقولي لي تم، بتقولي لي تم، لو مشاركه اكسبك وربنا. تعال لي، نفسي كله يشارك دلوقتي. بص يا عم، تعال لي، بقول لك بقى سوسي التوسيع. الله يبارك لك. عايز تمسكها من هنا امسكها. تعال لي، عايز تمسكها من هنا امسكها. تعال لي، تعال لي، 500 جنيه. تعال لي كده، والله السعر ده ما هتلاقيه بره. استاذ بوحه الف مبروك. تعال لي، بقول لك دي بكره بكام؟ ب 500 جنيه. بكم؟ ب 500 جنيه. ب 500 جنيه. استاذ بوحه مبروك شنطة كروس بسرعه. مبروك يا استاذ. يلا كده، ودخلت سحبه على شنطه سفر جامبو. يلا، الله يبارك لك. واي حد هيشارك هيخش سحبه على شنطه سفر جامبو. اتفرج الناس على، تعال لي اتفرج الناس على التفاصيل. تعال لي على الدلع. حكايتك حكاية. بص قلت لك أي شنطة هتفتحها. حكايتك حكاية. التيكت بتاعها يا واحد. حبيبي عايزين نعرف الناس، أي حد شارك كسبان شنطة كروس. اللي شغال هيكسب معانا شنطة كروس، وأول واحد دلوقتي هيكتب لك ألف سلامة يا أبو نيو كسبه شنطة. يا واحدة شغال. وأي حد هيعمل مشاركة في المجموعات هيخش سحبة على شنطة سفر جامبو يا قلب الوحش. أهي الله يبارك لك. يلا، وهنعلن عنه باذن الله بكره. دمر لي الدنيا اكتر واحد يا عم عبد. تعال لي، تعال لي، افتحي صفحتك بسرعه كده وشاركي يلا كده عشان ندمر الدنيا. جمع جمع. تعال لي كده، اقول لك بقى اللي انت لو كسبتها تكسب ايه. بص يا عم عبد، ايه بص الشنطه شغال مبدئيا. قلنا نفسنا نكسب مصر كلها. بيطبق لك عليها يا عم عبد. شغال، هنعمل لك فيها كل حاجه. هنعمل لك فيها اي حاجه. المنتج بتاعنا شغال. احنا مش واثقين يا وحش، مش هنعمل، مش هنعمل لك الكلام ده كله وربنا. بقول لك انا جايب لك منتج، جايب لك سيليكون، جايب لك مودرن. شغال، جمع الناس. قلنا عايزين مصر كلها تتجمع كده. بيقول لك عم نص هيدمر لك الدنيا. يلا كده لايك وانت بتتفرج بسرعه. الشنطه عندك عامله ازاي؟ تعال لي بص الشنطه وجمال الشنطه. هتعمله لمبه كده بسيطه يا وحش، ولا هتلف ولا تحتار. تحت لازم كوكو ولا علق نار زي ما هي. الله يبارك لك. بقول لك جامبو يا عم، جامبو يا قلب الوحش. جايب لك اي شغل يا وحش. شغال، جايب لك مدري. اصحى معايا ما تنامش. تعالى لي، قلنا عايزين مصر كلها تتجمع كده. لايك وانت بتتفرج، لايك وانت بتتفرج. بص بقول لك تشيل معاك ايه؟ بص هتشيل من الحبايب 1000. فيها باسورد لو انت خايف على شغلك ولا شغال اي حاجه. الله يبارك لك. فيها فلوس يا عم عبد. شغال يا قلب الوحش. شغال، شغال. بص يا عم، قلنا عايزين مصر كلها تتجمع كده بسرعه. اهي كده، ده انت حكايتك حكايه او ربنا. بالتيكت، بالتيكت لو بتتباع ب 1000 جنيه انت رزقك. يبقى بكره بكام؟ بكام يا قلب الوحش؟ دمر الدنيا. والله انا بيعها ب 950. يبقى بكره بكام؟ ب 900 جنيه. بكره ب 900. رزق العروسه من الساعه 12 الظهر. هندمر الدنيا. عبد دلوقتي عايزه تلم جهازها. تعالى لي، خدي من كوكو فرع شبرا خيمه. تعالى لي، السيليكون جوه هتخشي هتلف. بص هتلف وهتحتار. والله يا عم عبد علي ولا علق نار. اه والله. تعالى لي دمر لي الدنيا. تعالى لي على الكروس. يلا كده لايك بسرعه كده ومشاركه يلا كده ودمر لي الدنيا. تعالى لي يا عقل الوحش. بص الاشكال، اشكال حكايتك حكايه. تعالى لي كده، الناس اللي لايك وانت بتتفرج كده يلا. قلنا في 250 عايزين ندمر الدنيا. السوق ده كله مستورد يا مستورد بالضمان يا عقل الوحش. الناس اللي بتقول لي فين الهدايا. يلا كده مشاركه عشان ندمر الدنيا. بص جايب لك الشغل اهو. بقول لك الشغل ده كله. تعالى لي كده اهو. بص مش مشاركه، بص يا مش مشاركه، شارك بسرعه. بص يا عم، تعالى لي يا عقل الوحش. بص وتيجي معاك. مش مشارك، افتح صفحتك. تعالى لي، تعالى لي، قفل صفحتك برضو. تعالى لي كده. بكام؟ بكرة بكام؟ بكام؟ ب 140 جنيه. ب 140 جنيه. ب 140 جنيه. اللي عنده من ده مرندة وربنا. تعالى لي، جايب لك شنطة مستوردة. مستوردة بالضمان. اشكال يا عم عبد. حكايتك حكاية. بص يا عم عبد. تعالى لي، بص الخير. بص الأخدام. بص يا عم عبد، فيها كام سوستة؟ بص الدلع. بقول لك بكرة بكام؟ بكام؟ ب 140 جنيه. ب 140. جايب لك شنطة مستوردة. مستوردة بالضمان. شغال. تعالى لي. خش يا وحش. يا باشا نفسي اكسب مصر كلها وربنا. يلا يا قلب الوحش شارك بسرعه. شبرا خيمه هتلاقيها اي حاجه. بص بص صغنطوطه. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بقول لك بكره بكام؟ تعالى لي. 50 جنيه. بكام؟ بص اللي بيقول لك شاركت، انا بخش اعرف لو اسكان لو مشارك ولا لا. نفسي كله يشارك وربنا كسب كله. ب 50 جنيه. ب 50. ب 50 جنيه. ب 50. بقول لك ب 50. ب 50. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. تعالى لي. اعمل لك ايه تاني يا وحش؟ اعمل لك ايه؟ خش مثلا ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. بص
وهتجيب لك بوك وهتجيب لك شيبسي ب 100 جنيه ب 100 جنيه اعمل لك ايه تاني؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ دمرتني. تعالى لي هات لي الشنطه دي. تعالى لي يا عقل الوحش. الشنطه دي قلنا عايزين مصر كلها تتجمع كده. الناس اللي بتقول لي انا شاركت قافله صفحتك، افتحي صفحتك بسرعه كده واعملي لايك بسرعه عشان تعليقك يظهر. يلا كده المدارس داخله عليك اهي، لايك بسرعه كده يلا عشان تعليقك يظهر. تعالى لي يا قلب الوحش. المدارس داخله علينا. اه المدارس داخله علينا. المدارس بكره اي حاجه في الباقي دي بكام يا عم عبدو؟ بكام؟ ب 135 بس بردك مش عاجبك. ب 120 جنيه. انت لازم انت تشيل واحد على طول. 115 جنيه. لازم انت تشيل واحد. 110 لازم انت تشيل انا واحد. 110 يلا. لازم انت تشيل انا واحد. 110 الله يبارك لك. بص بقول لك ب 110. ب 110. تاخد اي حاجه هنا من الباقي يا كوتش اطفال بينور. هتاخده بكام؟ بكام؟ ب 110. تشيل واحد بقى. هتاخده ب 110. شيل واحد. كوتش يا عم عبده هتاخده تمسكه لو ما لقيتوش بينور ما تاخدوش. شيل واحد مقاس مقاس 31. 31 حاضر. الله يبارك. شغال شغال. تعال لي بقول لك بكره بكام؟ ب 110. الله يبارك لك. شغال. شيل واحد مقاس 31. تعال يا واحد. تعال لي تعال لي تعال لي تعال لي لايك دلوقتي وانت بتتفرج بسرعه كده عشان صفحتك تظهر عندنا. يلا بص الشغل ايه ده بقى؟ دي الحلويات بتاعتنا. ده بتوع 2027. انا عايزكم تنتظرونا بالصفقه اللي جايه لنا يا عم عبد. الله يبارك لك. والله هنقلب لك الدنيا. 2027. انزل بس بالسلامه. تعالى لي. هدمر لك الدنيا. دي 1000. بكره بكام ده يا عم عبد؟ ده بقى مش ايفون 17، ده 2027. بكره تعالى لي. بكام؟ ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. دمر الدنيا. بقول لك بكره ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. ب 40 جنيه يا قلب الوحش. يلا كده الناس اللي بتشارك بسرعه كده تشارك بسرعه. يلا ب 40 جنيه. يلا كده لايك وانت بتتفرج كده. تعال لي كده يا قلب الوحش. تعال لي. بقول لك بكره بكام؟ ب 40. ب 45 جنيه. ب 45 والله ما زعلت. ب 40 ولا ب 40 جنيه. تعال لي. اي حاجه من دول بكره بكام؟ تعال لي. اي شمشم من هنا. تعالى لي بكره حريمي اهو 25 جنيه. تعالى لي دي يا عم عبده بتاع الستات. اهو بص 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 بكره بكام؟ بكام بكام؟ بقول لك بكره بكام؟ بكام بكام؟ 25 جنيه زي بتاع عشان ما تزعلش. بكام بكام؟ 25. حبيبي الناس اللي بتقول لي انا شاركت وفتحت الصفحه استاذ الهام كان نفسي اكسبك وربنا شارك عشان اكسبك. تعالى لي اخر شويه بقول لك بكره بكام؟ بكام بكام؟ 75 جنيه. بخم ب 75 جنيه. 75؟ ب 75. ب 75؟ انا اعرف ناس مشتريها ب 180 جنيه. بقول لك مفيش الكلام ده يا وحش. انا جايب لك الكعب. تعالى لي الكعب يا وحش. اقول لك بكام؟ 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 بستني ب 75. 75. تعالى لي يلا كده لايك دلوقتي وانت بتتفرج بسرعه كده لايك وانت بتتفرج. بص الالوان. بص الدلع. بص بقى البقره. بص البقره دي. بص البقره. بص البقره دي. بص البقره. حكايتها حكايه وربنا حكايتها حكايه. الله يبارك لك. شغال. قلنا عايزين مصر كلها تتجمع كده. بكره ب 140 جنيه. تعالى لي بكام؟ ب 140 جنيه. بكام؟ ب 140 جنيه. ب 140؟ ب 140 جنيه. ازاي؟ انا بقول لك ب 140. ازاي دي بتتباع؟ بتتباع بره ب 180. مفيش الكلام ده عند كوكو عند اس في شبرا الخيمه. اربعة سوسته. شغال. ب 140 جنيه. اخوك المطرشم بيقول لك بكام؟ الله يبارك لك. شغال. تعالى لي. عندي امال لك بقى الشنط. تعالى لي على الشنط. تعالى لي على الشنط وحلاوه الشنط. ركز بقى مع بص ده الافريقي اللي جاي. بص الاشكال. تعالى لي. حاجه زي كده يا عم عبد تاخدها بكره بكام؟ بكام؟ ب 175. بكام؟ ب 175. 3 دي؟ اللي بالضمان؟ ده حكايتك حكايه. بص بتعمل اللي بتعمل صوت. بص بتعمل صوت ايوه. الله يبارك لك. شغال. تعالى لي. بص يا واحد عدس. تعالى لي ابوني اهو احنا بنهزر ها. بنهزر. اه. تعالى لي. بقول لك بكره بكام؟ بكام بكام؟ 390. تعالى بس افرجك على الشنطه دي يا عم عبد. تعالى لي يا قلب الوحش. الشنطه دي عشان احنا كده حكايه. أوه. بص يا عم عبد الشنطه من جوه. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ دلوقتي حالا اي حد هيقول لابو نيعو ترجع بالسلامه اقسم بالله لك اكسبه واعمل لايك بسرعه. اول واحد اول واحد يظهر لك كومنت وكسبه. الله يبارك لك. اول عايز تعمل كده مع كريم. تعالى لي. كسب معانا. يا جماعه الناس اللي بتقول انا عملت مشاركات اقسم بالله بخش عليها. الله يبارك لك. عبد بتبقى قافله صفحتها، افتحي صفحتك عشان نخش هناك مشاركه اللايف هتكسبي معانا. الله يبارك لك. تعالى لي. شغال احمد شغال. جمع جمع. تعالى لي. بس والله ما عارف قريت لك ايه ولا ايه. تعالى لي يا حبيبي. تعالى لي. تعالى لي انا عايز اعرف الناس اللي بتقول لي انا شاركت. استاذه ايلام انا دخلت عليك مرتين نفسي الاقيك مشاركه. دمر لي الدنيا. بص الشنطه. شغال يا عقل الوحش. بقول لك ايه؟ بكره بكام؟ بكام بكام؟ انا بيحب 300 بكره ب 290 جنيه. بص يا عم عبده. بص اول تعليق قال لي ايه؟ ترجع بالسلامه. والله لك كسبان على طول. تعال لي كده مبروك على طول. بص يا عم مبروك شنطه كروس على طول ودخلت سحبه على شنطه سفر جامبو. بص يا عبده دمر لي الدنيا. بص الشنطه اه هتيجي يا عم عبده لو ما لقيتش بقى الدبدوب ما تاخدهاش. خد نصها. لو ما لقيتش الدبدوب. الله يبارك لك. الدبدوب ده معايا يا عم عبده. تعال لي لوحده. شغال. لو انت جيت وما لقيتش الدبدوب
خد من عند الكاشير 1000 جنيه. الله يبارك لك. شغال. اهم حاجه الدبدوب. اهم حاجه الدبدوب. ها شغال. تعالى لي الشنطه. قال لك دمر دي. خد دمر دي. دمر له دي. عشان خاطر علي. ب 100 جنيه؟ 100 جنيه. ايه ده بكره ب 100 جنيه ب 100 جنيه برضه 70 جنيه بس ب 75 ايه ده ايه ده انت عايز علي مش دي اللي بتتاكل الله يبارك لك هات يا عم تعالى لي خد دي خد دي بقول لك تعالى لي يا عم عبدو بكام بكره بكام تعالى لي 20 جنيه زي اختها بكام ب 20 جنيه يا اللي ب 20 جنيه نص 20 جنيه يا نص ابو نعم هينزل يقتلك وربنا بص يا وحش بقول لك بكره ب 20 جنيه ب 20 جنيه ازاي خش يا وحش على الحلويات بص يا عم عبدو فيها اتنين دبدوب انا ماليش دعوه انا ما بفهمش في الشنط مفيش الكلام الله يبارك لك احنا ما بنخافش يا وحش بص يا وحش بص الشنط تعالى لي بص يا عم عبدو دمر لي الدنيا بقول لك بكره بكام تعالى لي بقول لك بكره بكام 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 الناس بردك تركز بكام بكام ده دبوس وده دبدوب دبوس ودبدوب ميدالية ودي بطة ودي بطة عشان خاطر علي بقول لك بكرة بكام مش دي البطة اللي كانت ضايعة لا السنجاب اللي كان ضايع الله يبارك لك تعالى لي ب 290 جنيه تعالى لي ب 290 جنيه شغال شغال تعالى لي يا قلب الوحش يلا كده لايك دلوقتي وانت بتتفرج بسرعة بص بقى هتيجوا تفتحوا كل شنطة وهتشوفها هتبقى من جوه يا عم عبد حكايتها حكاية حكايتها عدت الحكاية الله يبارك لك شغال منتظرين كل الناس فرعينا فرع شبرا خيمه شارع 15 مايو فرع ابو نيام يلا شغال لايك قبل ما تقفل بسرعه كده واكتر حد هيشارك بسرعه اكتر حد هيشارك هيخش سحب على شنطه سفر جامبو احلى جروب في الدنيا جروب كوكو انديس شغال